جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع عن الدم وعن التبرع به لشخص آخر، هل له حكم الرضاعة؟ الدم لا يأخذ حكم الرضاعة، فإذا أسعف مريض بدم من امرأة فإنها لا تكون أما له كما تكون أما له من الرضاعة لو أرضعته، أن هذا خاص بالرضاعة، أما الدم فلا يجري مجرى